أصيب بتليف الرئتين وهو في مقتبل العمر، شاب حرمه هذا المرض من أن يمارس حياته وأوقفها تماما. لم يبق له بعد تأكيد الأطباء غير شهرين أو ثلاثة أو إجراء عملية تكاليفها المادية عالية جدا. ليناشد مع حسرة ودموع أمه الطيبين والخيرين في شهر الخير والرحمة عبر قناة التغيير. هذا المرض حرمني من كل شيء، حرمني من دراستي، حاليا أنا مرحلة ثالثة قعدت بالبيت بعد ما أقدر أداوم، ما أقدر أقرأ، ما أقدر أبذل أي جهد. أناشد الحكومة العراقية والناس الخيرة يلتفتون إلي وينظرون لحالتي. عندي ابني يعاني من تليف الرئتين والآن هو مرحلة خطرة، يعني ما يتحمل مرض أكثر من 3 شهور وعمليته مكلفة، وإحنا ما عندنا ذيك القابلية أن نسوي لهاي العملية. فأناشد كل الطيبين يلتفتون لحالتي ويساعدوني ويجعل ميزان حسناتهم، والعملية هذه هي المكلفة. لو أطلب من كل الناس الطيبة أن تلتفت لحالتنا. أخوانه وأبناء منطقته حاولوا بشتى الطرق جمع المبلغ المطلوب لإجراء العملية وهي استبدال الرئتين، ولكن المبلغ كبير يحتاج إلى وقفة كبيرة، وهذا ما تأملوه هم أيضا من أصحاب المروءة والشهامة. حتى والله العظيم عندي سيارة بعتها وعندي قطعة أرض بعتها وخليتها عليه إلى أن يعني وقعنا فد مرة. حاليا هو يحتاج عملية خارج العراق والعملية تكلف تقريبا 100 مليون، وإحنا إمكانيتنا مساعد ناشد من خلال قناة التغيير لكل الناس الطيبة، الناس الشرفاء، المسؤولين، ميسورين الحال، أن ينظروا لبعين الأبوة والرحمة. نعم، إحنا أصدقاء مقربين لحالة الأخ لؤي وهي حالة يرثى لها. للأسف قبل فترة وضع له الأطباء مبلغ هائل جدا، كوننا أصدقاء طلعنا للشوارع وجمعنا بعض التبرعات وتفاجأنا بكتاب رسمي يمنع الحالات الإنسانية والتبرعات. ليس بالكثير على من تعاونوا على البر والتقوى في شتى الشدائد والمواقف، وليس بالمبلغ الكبير على قلوب رحيمة تعودت التراحم والوقوف يدا بيد لتذليل الصعاب وتجاوز المحن. من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. على هذا النداء الإلهي تأمل هذا الشاب أن تسعف حياته المهددة. من صلاح الدين فراس الحسني، التغيير.